rising director Minna Fayed graduated from the Higher Institute for Cinema and she specialized in directing. She directed several documentaries and short films. Some of these include the Higher Institute for Cinema film in 2009 called Il Mireya or Mirror. Also, her most recent work is a film called Al Bidaya or The Beginning, which she was awarded the Best Director Prize at the Mansoura Short Film Festival. انا اصلا من الشرقيه من الدقهليق، ابا عن جدا يعني ابويا وامي شرقوه. اللي خلاني افكر في السينما ان انا اصلا والدي ووالدتي غاويين جدا السينما ومهتمين جدا بالسينما والافلام وكده، وانا حتى من صغري وانا صغيره جدا على طول قدام التلفزيون وعلى طول قاعده ما بعملش حاجه غير بتفرج على التلفزيون، وانا في سن صغيره قوي حافظه اسماء الممثلين القدام والممثلين المصريين القدام والافلام القديمه والكلام ده كله. فكنت في الاول خالص كان نفسي ان انا يعني ابقى ممثله، يعني كان نفسي في الاول خالص ان انا ابقى ممثله، وبعد كده لما كبرت ونضجت وفهمت الشغلانه عرفت لا، ان اللي ورا الكاميرا هو اللي بيصنع الموضوع كله يعني. فبعد كده تحول اهتمامي ان انا ابقى نفسي اكون مخرجه صانعه افلام. ثانوية عامة وأنا عايزة، بس ما بصراحة ما كنتش عارفة بالظبط أبقى مخرجة إزاي أو إيه، يعني إيه، هل في مصر مثلا مكان بيعلم سينما أو بيعلم في بيدي عايزة أقول إيه، بيدرس الموضوع ده ولا لأ. ما كنتش أعرف ده غير لما طلعت النتيجة بتاعت ثانوية عامة وعرفت، وكنت جايبه مجموعه، ما كنتش جايبه مجموعه عالي قوي، وبعدين عرفت بعد كده ان انا ممكن اخش في حاجه اسمها اكاديميه الفنون، دي بتضم عده معاهد بتدرس فن ومنها معهد سينما اللي كان بيدرس فيه صلاح ابو سيف وبيدرس فيه كمال الشيخ وكل العباقره دول كانوا بيدرسوا فيه. وكانت ماما كمان والدتي كانت هي راحت درست في معهد فنون مسرحيه شهر، بين اهلها رفضوا ان هي تكمل وكده عشان ما ينفعش، عيب عندهم من حد في عيلتهم بيبقى ممثل وبتاع، وسحبوا ورقه مع انها كانت تنفع قوي انها تبقى ممثله هايله يعني.
رحت قدمت في المعهد وامتحنت امتحنت كانت حوالي قعدة شهر، ومرحلة بعد مرحلة لقيت نفسي بنجح ونجحت في الاختبارات ودخلت. كنت من الناس المحظوظين، كان من الدفعات المحظوظة ان هي اللي كان ماسك الورشة بتاعتها، ورشة المادة دي ورشة الاخراج السينمائي 4 سنين، كان ماسكنا استاذ علي بدرخان ربنا يخليه لنا يا رب يديله الصحة. كان هو اللي ماسك الورشة وكان في لائحة الدراسة في المعهد كان سنة اولى وتانية جنرال بيعملوا تدريبات بسيطة قوي، وتالتة مشروع التسجيلي، ورابعة مشروع الرواية. انا الـ بقول ان انا محظوظة ليه، لان استاذ علي بدرخان كان بيخلينا نعمل مشاريع من سنة اولى، ومشاريع مش اولى بس ترم واحد، لا ترم اول وترم تاني. يعني انا فاكرة جدا ان هو فرض علينا في الترم الاولاني في سنة اولى في الورشة، فرض علينا احنا نعمل فيلم تسجيلي 5 دقايق، وسنة تانية نعمل فيلم روائي، سوري الترم التاني نعمل فيلم روائي، وسنة تانية نعمل كل اسبوع تدريب، والترم التاني نعمل فيلم روائي او تسجيلي حاجة كده، وتالتة اللي هو مشروع تسجيلي خلينا نعمل في ترم اولاني الترم الاول مشروع تسجيلي، والترم التاني برضو مشروع تسجيلي تاني. انا فاكرة ان احنا كنا من الدفعات النادرة جدا اللي قدمت فيلمين مش فيلم واحد في السنة. وفي سنة رابعة كان اتحكمنا بالمشروع الواحد اللي هو مشروع الروائي، بس كنا من 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 اول السنة واحنا بنقدم له الفكرة والسيناريو، وكانت لازم الفكرة والسيناريو تكون متاخدة عن قصة ادبية، لان هو شوية ما بيعترفش بالافلام المتألفة. يعني هو بيشوف السيناريست هو دوره ان هو بيحول القصة اللي كاتبها الروائي بيحولها لسيناريو يصلح ان هو يبقى فيلم، مش انه يألف. يعني قليل جدا السيناريستات اللي موهوبين قوي ان هم يصلحوا ان هم يألفوا ويكتبوا سيناريو جيد. يعني ده بالنسبة لأستاذ علي. طبعا المعهد يعني كان مين برضو بيدرس لي وفادني جدا جدا، وكنت محظوظة جدا انه دارس لي الله يرحمه الأستاذ المخرج الكبير أستاذ هشام أبو النصر. كان بيدينا تحليل أفلام، كان مدينا كورس كده 12 فيلم ما بيخرجش عنهم، وكل فيلم علامة في السينما، وهو عامة بيهتم أكتر بالسينما الأمريكية، يعني معظم أفلامه أمريكاني، عكس مثلا أستاذ زي رفيق صبان لما جه درس لنا بعد كده بقى بيفرجنا، لأ بيعرفنا على سينمات مختلفة وثقافات مختلفة زي السينما الألماني والسينما الفرنساوي والسينما الإيطالي. لأ أستاذ هشام أبو النصر كان دايما بيفرجنا على أفلام أمريكاني، بس مش كل فيلم أمريكاني بيبقى. يعني الحاجات اللي في مرة سجلت معاه قال لي في أفلام أمريكاني بشعة، أفلام أمريكاني رديئة جدا ووحشة جدا وسيئة جدا. هو بيفرجنا زي ما بيقولوا على الخلاصة، يعني فرجنا على 12 فيلم، كل فيلم علامة في السينما الأمريكية، كل فيلم واخد مترشح الأوسكار أو واخد أوسكار، وأفلام مهمة جدا. يعني أستاذ رفيق صبان، لا أستاذ رفيق صبان كان شوية مختلف، بس أنا استمتعت بيه قوي إن هو كنا لازم كل أسبوع نقدم له بيبر عن الفيلم اللي عرضه، فكان دايما انا لسه لغايه دلوقتي عندي التقييم اللي بيكتبه على البيبر اللي انا مقدماها، يكتب ممتاز، يكتب متالق، يكتب نقد في اللي انت كاتبه. فده كان في حد ذاته حد بقامه الاستاذ رفيق صبان، لما يكون حاجه بخط ايده كاتب رايه في شغلك او رايه في تقييمك، دي في حد ذاتها حاجه جميله قوي بالنسبه لي. أغاني فيلم غزل البنات.
أو غزل البنات. الاسم ده أذكر أنا الوقت. ينفعش نساهم الأستاذ سمير سيف. الأستاذ سمير سيف كان بيدينا أساسيات إخراج سينمائي أو إخراج تلفزيوني، وأنا عمري ما أنسى الكورس اللي ادهولنا في سنة أولى وتانية، يعني لغاية دلوقتي المحاضرات لسه عندي ولسه كان بيدلنا 12 قاعدة ذهبية بتاعت الإخراج السينمائي. يمكن لما في اخر محاضرات لي كان مدلنا مراجعه في ساعه تانية خلاص كده وهيودعنا، كنا زعلانين جدا. هو يعني خلاص كده ده اخر تعامل ما بيننا يعني. ويمكن لغايه دلوقتي بعد كده لما كنا في ثالثه ورابعه كنا بنحضر له محاضرات تانية احنا شفناها قبل كده وسمعناها قبل كده، عشان هو وحشنا يعني، عشان محاضراته ما حدش بيشبع منها بصراحه. وان كان هو شويه يعني ليه منهج محدد ما بيخرجش عنه، وليه نمط معين في المنهج ما بيخرجش عنه يعني من سنين فاتت، بس محاضراته طبعا ممتعه جدا يعني. مين تاني؟ استاذ محمد عبد العزيز برضو، وان كان هو ادالنا اسيات سينما بس شويه ما شبعتش منه، لان هو كان يعني هو على فكره فادي. هو الراجل ده يمكن هو كان سبب في ان انا اخش المعهد، لان انا فاكره كويس ان انا كنت جايه خشه المعهد وانا كمشانه وخايفه، لان ماليش حد من الوسط وماليش قرايب في المعهد وماليش قرايب في الوسط، فما اعرفش حد، فخايفه جدا. فهو كان شويه متحمس لي، فحتى لما جيت سأل سؤال هو استاذ مع المشري قال مين يا جماعة من الأقاليم، فأنا رفعت إيدي كده على استحياء، قالوا انتي من قلتلهم من الشرقية، فقالوا لي طيب انتي يعني انتي بتمتحني ازاي هنا؟ قلت لهم أنا مأجرة شقة أنا وماما وجنب المعهد يعني بمتحن وكده وبتاع. فقام قال لي يعني حسيت هو متحمس يعني، واحدة دي بنت دي بتكافح عشان تحاول تخش المعهد. وانا فاكره اول محاضره كان اول يوم في المعهد ما دخلت له المحاضره، كنت داخله متاخر، وقال لي طلعت له بعد كده قال لي طب تعالي المحاضره الجايه بس بدري، كان هو يعني كان نفس اليوم وكده، فطلعت له عشان اعتذر له ان انا اتاخرت. فقال لي يا منى انا قلت فيكي كلام كويس جدا، ما تخليش الكلام الكويس انا قلته ده ان انا اندم عليه او اتراجع عنه او كده. ده الأستاذ محمد عبد العزيز.
امال يا فندم؟ كنت عايزه. طب اديني ميدا. تمام. امال في حاجه ثاني؟ طب كام ده الاول؟ ده 5.5. الدواء ده لو سمحت. عايزه. حاضر. باقي ايه؟ باقي الادويه حضرتك ست روشته والباقي. اتفضلي. بالنسبه لشغلي انا زي ما قلت قبل كده استاذ علي بدرخان كان بيطلب مننا على طول افلام، فانا فاكره جدا، انا فاكره كل حاجه عملتها، فاكره اول فيلم عملته. انا لما دخلت المعهد كانت في دكاتره كتير بيدرسولي، شرفت بان هم يدرسولي يعني وكده، بس كان عندي انتقادات بالنسبه للمعهد، فده عملته في فيلم. اول فيلم عملته خالص كان فيلم تسجيلي اسمه معهد السينما 2009، وكنت بنتقد فيه ان شويه المعهد فيه هرجله، فيه فوضى، فيه مفيش اهتمام قوي بالنظافه، مفيش اهتمام بالحاجات، فيه قديمه شويه. فده سجلته يعني، ده صورته. وانا فاكره ان انا صورت يوميها، صورت بكاميرا، كاميرا حره، كاميرا هاند كام، وبقيت اتمشى في المعهد. فاستاذ علي مدرخان قال لي الفكره حلوه بس انت كنت المفروض تعمليها احسن من كده. ده كان اول حاجه خالص اعملها في حياتي وبعد كده الترم اللي بعديه كنت عملت فيلم عن ماجده الفراشه بتاعتنا، فراشه المعهد، ودي بقالها سنين طويله جدا يعني. سالت دفعات قديمه عن ماجده، اي حد يعرف ماجده الفراشه. وبعد كده عملت مشروع روائي، ده كان بيتاخد عن قصه نجيب محفوظ من مجموعه قصصيه بتاعت المرايا. ده في مشروع كان روائي، كان قصير برضو 5 دقايق. وفي فيلمين بعد كده عملتهم تسجيلي في سنة تالتة، كان فيلم عن متلازمة داون اللي هم بنسميهم خطأ يعني منغوليان. ده كان فيلم تسجيلي عن واحدة بنت كوافيرة هي مصابة بكده يعني، وهي كبيرة يعني عندها حوالي 18 سنة 19 سنة، وازاي هي عايشة، وازاي هي بتعامل اختها، وازاي كده يعني. وعملت فيلم تاني عن الشيخ حماد عفت الله يرحمه، وعن استشهاده. وبعد كده في سنة رابعة بقى ده الفيلم اللي اخدت عنه جايزة، وفيلم كان روائي، كان بيتكلم عن، كان ماما هي اللي مثلت فيه، ماما هي اللي كانت البطلة، وكان هو فيلم روائي حوالي 7 دقايق او 8 دقايق حاجة كده، قصير جدا. فيلم عن واحدة مريضة زهايمر عايشة لوحدها وكبيرة في السن، ومش عايزة تحسس حد بضعفها ده، عشان خايفة لحد يستغله، او خايفة ان حد يشفق عليها، وهي ست ما بتحبش الاحساس بالشفقة يعني. التجربة كانت بالنسبة لي، كانت اولا هي جت صدفة خالص يعني، كان الموضوع لان اصلا كنت بعمل حاجة، كنت بعمل قصة تانية كانت لطه حسين في معذبون في الارض، وبعدين جيت ما عرفتش انفذ بسبب القصة صعبة قوي في التنفيذ بتاع، فاشتغلت بقى على القصة دي او التيمة دي بتاعت مريضة الزهايمر وكده. اصلا كنت واخداه من قصة لحد كاتب قصص وصحفي اسمه مازن حلمي، كان عنده مدونة اسمها شاب عجوز، وخدت منها القصة وطوعتها بقى على انها تبقى مناسبة للبطلة او الممثلة اللي هتعمل الدور، لان اساسا القصة كانت في الاصل كانت بطل مش بطل،
بس الفيلم ده كان اولا الفيلم ده خدت تقدير عليه جيد جدا، وكان في انا فاكره كلام دكتور مختار يونس برضو من الدكاتره الجمال جدا اللي درسوا لنا في المعهد، كان مدالنا تاريخ سينما عربيه، وفاكر الكلام اللي قاله على الفيلم ان هو كان مبسوط بالفيلم يعني. والفيلم ده اترشح يعني مش ترشح، خد فعلا الجائزة الأولى في مهرجان المنصورة، خدت عليه 2000 جنيه خدت عليه 2000 جنيه ودرع، وكنت مبسوطة بيه وشهادة تقدير، وكنت طبعا طايرة بيهم يعني. و ايه تاني، والفيلم طبعا ده يعني ده بالنسبة لي برضو رشحني لحاجات تانية يعني. فرجته كان تامر، الاستاذ تامر محسن عامل ورشه اخراج، دخل الفيلم الورشه واشتركت معاه في الورشه بسبب الفيلم ده. هالة خليل برضو عجبها الفيلم واحتفت بيه. خضار بتاعكم، خضار بتاعكم بقى وحش قوي، وكررت مره تانية ما عدتش هاخد منكم. اسمك نهلة فوزي خضر، حل الميلاد الشرقية، السن 55 سنة، العنوان 1 مصطفى بدوي الهرم. انت تقومي بكل احتياجاتك، تتصلي بدكتور المخ والاعصاب لتحديد ميعاد الزيارة. الفيلم ده كان بالنسبة لي يعني بداية كويسة يعني، ان انا اتعرف الى حد ما، وان الناس يقولوا دي واحدة يمكن تبقى مخرجة او يمكن يطلع منها حاجة يعني. جميع الارقام تجدينها في نوت تليفونات في درج الكومودينو، يجب ان لا يعرف احد بمرضك، لا تخافي. كل سنة وانت طيبة يا احسن اخت في الدنيا. انا اسف مش هقدر اجي، عندي شغل والله، بس اوعدك لما اخلص هجيلك على طول وهعملك احسن عيد ميلاد. اسفة انا افتكرتها شقتي. ولا يهمك يا انت، تفضلي. انا غلطت في الشقة. لا وانت غلطتي في الدور كله، بس مش مشكلة، تفضلي تلاقي فنطير تحب ولا حاجة. لا مرة تانية إن شاء الله، مرة تانية. شكرا. طيب مفتاح. المفتاح. تفضلي. حاليا انا المفروض بعمل فيلم تسجيلي على استاذ عاطف الطيب الله يرحمه. انا ومجموعه يعني، انا ومجموعه مفتونه بافلام الثمانينات وبسينما الثمانينات وجيل الثمانينات، وخاصه بعاطف الطيب وبساطه عاطف الطيب كمخرج وكصانع فيلم. كان هو بيشيل الفيلم من الالف الى الياء، كان هو بيبقى مهموم بالفيلم وكل تفصيله فيه من الالف للياء. فاحنا بنحاول نعمل فيلم عن عاطف الطيب. في افلام كتير اتعملت عن عاطف الطيب، او في كذا حاجه سواء فيلم او حلقه في التلفزيون او ايا كان عن عاطف الطيب،
بس احنا شوية بنحاول نقدم شكل جديد، نحاول نعبر عن حبنا للمخرج ده. يعني أسرة النايل تي في كلها، وشكرا.